اهلا بيكم ومساء الخير عليكم وحلقه جديده وان بوكس سبورتس. كالعاده خلونا نبدا بابرز واهم الاخبار على الساحه الرياضيه اللي حصلت في مصر الاسبوع اللي فات. نبدا بالخبر الاول ورباعي منتخبنا الوطني الاول للتايكوندو قدر انه يتاهل للاولمبياد اللي جايه بعد ما صعدوا من التصفيات الافريقيه المؤهله واللي اتلعبت في المغرب يومين 23 و 24 فبراير الحالي. فهنلاقي ان نور حسين تحت وزن 49 كيلوغرام وكمان معاها هدايا مالك اللي تأهلت تحت وزن 7 هدايا ملاك اللي تأهلت تحت وزن 67 كيلوغرام. ولو رحنا بقى للرجال هنلاقي ان عبد الرحمن وائل اتأهل تحت وزن 68 كيلوغرام، اما اللاعب الاخير فهو سيف عيسى واتأهل تحت وزن 80 كيلوغرام. جدير بالذكر ان منتخبنا بيدربه مدير فني مكسيكي هو اوسكار سالازار ومعاه اتنين مدربين وهما اسامه السيد ومحمد مجدي. بالتوفيق للاعبتنا ولاعبينا اللي باذن الله يشرفونا في الاولمبياد اللي جايه. الخبر الثاني من الريشه الطائره. لعيبه منتخبنا الوطني الاول للريشه الطائره قدروا انهم يحققوا 2 ميدالية برونز في بطوله اوغندا الدوليه واللي اتلعبت في الفتره من 20 وحتى 23 فبراير الحالي. ميداليات مصر جت عن طريق الزوجي هاديه حسني وضحى هاني في منافسات زوج السيدات، وعن طريق طبعا ادهم حاتم وضحى هاني في منافسات زوجي المختلط. ولاعيبه منتخبنا بعد ما خلصت البطوله دي سافروا مباشره على كينيا علشان يشاركوا في بطولتها الدوليه واللي بتتلعب في الفتره من 27 فبراير اللي احنا فيه وهتستمر حتى بدايه شهر مارس او 1 مارس تحديدا. لعبتنا بتشارك في بطولات دوليه كتير علشان تحسن من تصنيفها العالمي على امل طبعا الصعود للاولمبياد اللي جايه باذن الله. من الريشه الطايره بقى للجمباز. علي زهران لاعب منتخبنا الوطني الاول للجمباز نجح في الفوز بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم واللي اتلعبت من ايام في احدى المدن الاستراليه. علي حقق الميداليه دي بعد ما حصل على رقم 14.200 في منافسات جهاز الحلق. علي زهران طبعا هيلعب في الفترة اللي جاية كذا بطولة من بطولات سلسلة كاس العالم وهيكون بدايتها في مدينة باكو بأذربيجان في الفترة من 10 وحتى 16 مارس، وبعدها هيلعب نفس البطولة في قطر في الفترة من 16 وحتى 21 مارس اللي جاي. الجمباز المصري طبعا في الفترة اللي فاتت مقدم مستوى كويس جدا وراقي جدا، وفي اهتمام من اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين على الارتقاء بمستوى اللعيبة، وده بان في فوزنا بعدد كبير من الميداليات في البطولات الدولية الأخيرة. نروح بقى للعبتنا المفضلة للسكواش. بطولة بلاك بول الدولية لسيدات السكواش هيشارك فيها 48 لاعب ولاعبة واللي هتتلعب هنا في مصر من 8 وحتى 14 مارس اللي جاي. هيكون مجموع جوائزها حوالي 185,000 دولار، والبطولة هيشارك فيها المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم، وهتشهد طبعا منافسة كبيرة جدا وقوية جدا لأنها من البطولات المصنفة والمهمة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة. السنة اللي فاتت كان النهائي مصري خالص بين رنيم الوليلي ونور الشربيني، وقدرت رنيم إنها تفوز باللقب. طبعا يعني لو قلنا إنه السنة اللي فاتت كان النهائي عقبال السنة دي طبعا، وكل سنة وكل البطولات لأبطالنا في الاسكواش. طبعا احنا كنا موجودين في المؤتمر الصحفي للبطولة وسجلنا مع المسؤولين عن اللعبة وسجلنا مع لعبتنا. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني في إنبوكس سبورتس. إن شاء الله دايما استضافتنا لأي أحداث تكون على أعلى مستوى بالمستوى الذي يليق باسم مصر. احنا استضفنا خلال الفترة الصغيرة اللي فاتت 2019-2020 العديد والعديد من البطولات، تميزنا في هذه الاستضافات. وأيضا لما بنلعب بره بنقول أنا بهني من خلال وجودي هنا الإنجازات الكبيرة لتأهيل
شباب مصر وابطالها للاولمبيكس 2020. يعني موجودين لكن شبابنا بيكافحوا وبيسافروا وبيروحوا وبييجوا في الحقيقه بيلعبوا بطولات في كل مكان على مستوى العالم. احنا داعمين ده كوزاره شباب ورياضه مع اللجنه الاولمبيه المصريه. ان شاء الله الاسبوع الجاي نكون بنعمل مؤتمر كده ونقول دول شبابنا اللي فرحونا وتاهلوا وكلنا ندعمهم ان شاء الله على رحلتهم القادمه للاولمبيكس و2020. عاملين نادي يعتبر من اكبر واجمل نوادي السكواش في العالم، يعني 20 ملعب سكواش وسنتر كورت اندور، فيعني كان من الطبيعي ان احنا نفكر نعمل بطولات عالميه كويسه يعني. فاتجهنا للبي اس اي المحترفين وطبعا شافوا النادي ورحبوا جدا، وده تاني سيزون يعني. احنا عملنا السنه اللي فاتت الرجال والسيدات بي اس اي برضه بلاتينوم، وده تاني سنه، فان شاء الله يعني تبقى تنجح زي السنه اللي فاتت. البطوله لو حضرتك بتسال على عدد المشاركات، عدد المشاركات 48 لاعبه من ارقى تصنيف على مستوى العالم في السكواش. ده زي ما حضرتك عارف احنا دي البطوله لتاني مره بننظمها على التوالي. السنه اللي فاتت في مارس نظمنا البطوله بتاعتنا الاولى، السنه دي بننظم نفس البطوله، ولكن في افضليه عن العام الماضي. السنه اللي فاتت كانت البطوله تصنيفها جولد، السنه دي بلاتينم. السنه اللي فاتت كنا 24 لاعبه، السنه دي 48 لاعبه. السنه اللي فاتت كانت الجوائز الماليه 107,000 دولار، السنه دي 180,000 دولار. النجاح له شركاء، لا يمكن لاتحاد مصر سكواش انه ينجح بمفرده، ولكن تكاتف العديد من الهيئات والانديه الرياضيه والمؤسسات الكبيره زي بلاك بول وزي السي اي بي في تنظيم العديد من البطولات للاعبينا، ده طبعا بيدي دافع قوي جدا وبيساعد جدا في هذا النجاح. الاتحاد المصري للسكواش طبعا ليه دور وشريك في هذا الامر، الموافقات بتطلع من عنده، جميع التصاريح والتجهيزات بيقوم بيها، كل التسهيلات للجهه المنظمه للبطوله بيقوم بيها الاتحاد المصري للسكواش، لان هو الجهه المنوب بيها تنظيم او الاشراف على اي بطوله منظمه داخل مصر. المشاركه السنه دي هتبقى اصعب بكتير، هيكون فيها 48 لعيبه من كل دول العالم، فالمشاركه هتكون اصعب السنه دي، وبس ان شاء الله هتكون بطوله ناجحه زي ما اي بطوله بلاك بول بينظمها بتكون ناجحه. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والخبر اللي معانا دلوقتي من الشياطين الحمر القلعة الحمراء. الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصلحي مديره الفني نجح في الفوز بلقب البطولة العربية رقم 38 واللي اتلعبت في مصر في الفترة من 19 وحتى 27 فبراير الحالي. الأهلي كسب النهائي غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 3-0، وجت نتائج الأشواط كالتالي: 25-16، 25-15، 25-22. الأهلي بعد التتويج ده رفع رصيد للقب رقم 7 وتساوى مع نادي الصفاقسي التونسي. قائمة الأهلي ضمت 14 لاعب هم أحمد صلاح وأحمد قد وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودي وأحمد سعيد ومحمد عبد المنعم ومحمود رؤوف وجاكسون ديروكو وأحمد عبد العال ومحمد معوض ومحمد رمضان. الحقيقة النادي الأهلي أسعدنا وأسعد جماهيره وأسعد أيضا المصريين بالبطولة دي. نروح للكاراتيه. منتخبنا الوطني الأول للكاراتيه هيشارك في بطولة الدوري العالمي بالنمسا، واللي هتتلعب في الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس اللي جاي. المنتخب هيشارك في البطولة ب 11 لاعب، وهم علي الصاوي وجيانا فاروق وعبد الله ممدوح وطه طارق وأحمد أشرف ورضوى سيد وياسمين حمدي وفريال أشرف وسارة عاصم وشيماء أبو اليزيد ومحمد أحمد، وهيشرف على تدريب منتخبنا هاني قشطة مدرب الكوميتيه وبيساعده محمد عبد الرجال. طبعا منتخبنا لسه محقق 7 ميداليات في الدوري العالمي في نسخته اللي فاتت واللي اتلعب في دبي من أيام. نروح للكرة الطائرة.
سبورتس فاز بلقب البطولة العربية الأولى واللي اتلعبت على استاد القاهرة الدولي في الفترة من 21 وحتى 26 فبراير الحالي. منتخبنا حقق الكاس ده بعد ما فاز في النهائي على منتخب العراق بنتيجة 3-0. ولو بصينا هنلاقي ان مكسبنا موقفش عند الفوز بالبطولة، لا ده احنا كسبنا جوائز فردية. فمثلا هنلاقي السيد موسى فاز بكاس احسن ضارب، وكمان كسب هشام صلاح بكاس احسن لاعب. اما جايزة احسن ليبرو فكانت من نصيب عبد النبي حسن، واخر كاس فاز به محمد الحناوي وكسب طبعا جايزة احسن معد. بالتوفيق لكل فرقنا، وزي ما عودناكم قبل كده ان احنا دايما بنكون مع ابطالنا سواء ذوي قدرات خاصة او اصحاء. الخبر التالي من الخماسي، 40 الخماسي الحديث تحديدا. مصر بتستضيف دلوقتي بطولة كاس العالم للخماسي الحديث، واللي بيستضيفها نادي بلاتينيوم في التجمع الخامس في الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس اللي جاي. البطولة بيشارك فيها 450 لاعب ولاعبة ممثلين من 40 دولة في كل أنحاء العالم، وفي اهتمام كبير من مسؤولين الاتحاد الدولي للعبة بالبطولة، واللي شهدت حضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي وسكرتير عام للاتحاد الدولي أيضا. ختام البطولة هيكون بكرة بإذن الله، هنتابعه وهنقول لكم على كل نتائج منتخبنا في البطولة في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. طبعا كاميرا إنبوكس كانت موجودة في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة وسجلنا لكم التقرير ده، خلونا نشوف. الدعم الكامل للقيادة السياسية والحكومة المصرية في الحقيقة ان احنا نقدر نستضيف كبرى البطولات والدورات على ارض مصر في كل الالعاب في الحقيقة، والاستضافة متمثلة في بطولات عالم وكاس عالم لكل الالعاب، زي ما احنا يعني الحمد لله وفقنا في الاستضافة يعني في وقت كان صغير جدا للبطولة الافريقية وللكبار و23 سنة صفات 20 طوكيو 2020 اللي ابرزت معالم كتيره جدا، اللي ادت صوره ذهنيه كبيره عن مصر وقدراتها والاماكن اللي احنا اخترناها عشان سحب القرعه، كمان التنظيم. مصر قدرت انها تحصل على حق استضافه البطوله ديت، بطوله مهمه جدا، وطبعا عامل الارض والجمهور ما بيفرق معانا جدا، وان شاء الله نقدر نعمل فيها احسن نتائج ان شاء الله ونجمع نقط عشان مشوار التاهيل ان شاء الله اللي يخلص في شهر 1/6 ان شاء الله. مصر مشاركه باربع اولاد وبست اولاد وست بنات، اسلام حامد واحمد الجندي ومجموعه من الاولاد كويسين ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله ان الاولاد دي تحقق في البطوله ديت نتيجه كويسه لمصر باذن الله. احنا كان عندنا معسكر الايام اللي فاتت، لعبنا مع الدول الثانيه، يابان، الصين، بيلاروسيا، كل دول كانوا في معسكر معانا، واحنا ان شاء الله مستعدين يعني وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. احنا كنا كلنا في معسكر مغلق في صاله الخماسي، كنا بنتمرن مع منتخبات كتير وفي دول كتير مشاركه في البطوله. طبعا هي بطوله مش سهله، كاس عالم كبار، بس ان شاء الله احنا قدها ومستعدين يعني ان احنا نعمل حاجات كويسه ان شاء الله. نجاح لمصر كلها الحقيقه ونجاح للاتحاد. السياسه دي احنا ماشيين عليها بقالنا دلوقتي اكتر من 6-7 سنين، من اول 2014 الحقيقه، وبتقام بجمهوريه مصر العربيه بطولتين كبرتين على الاقل من الثمان بطولات الكبرى للاتحاد الدولي، وده انجاز الحقيقه. مصر واخده نصيب الاسد، وده راجع لامكانيات مصر، امكانيات الملاعب المصريه، وطبعا مستوى المنتخب المصري خلاص اللي فيه تزايد مستمر، ودلوقتي بقينا من اقوى 4-5 دول في العالم، فدي حاجه جميله، وعلاقاتنا الجيده طبعا مع الاتحاد الدولي. مصر بلد عظيمه، ومصر النهارده بلد الامن والامان والبنيه التحتيه الرياضيه اللي موجوده في مصر، حتى البنيه التحتيه بصفه عامه احنا شفنا التطور اللي فيها في ظل القياده الحكيمه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فده كله جاذب جدا 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 لاقامه البطولات الدوليه وبطوله العالم اللي موجوده اللي احنا شفناها. وخير دليل على كده ان مش الخماسي الحديث وبس، الخماسي والكوره والهاندبول والباسكتبول والهاندبول اللي هي هتبقى بطوله العالم لحدث كبير جدا هيبقى في يناير 2021. We'll be right back.
شفنا في التقرير الكل بيتكلم عن ان البنية التحتية قد ايه بتأثر بشكل ايجابي على الرياضة المصرية بصفة عامة. ناخد خبرنا اللي جاي من الخماسي، هنروح للملاكمة. البطل عبد الرحمن عرابي لاعب منتخبنا الوطني الأول للملاكمة نجح في الصعود لأولمبياد طوكيو اللي جاية، واللي هتكون في الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس اللي جايين. عبد الرحمن عرابي صعد لأولمبياد طوكيو بعد ما خطف تذكرة التأهل في وزن تحت 81 كيلوغرام في التصفيات الأفريقية واللي بتتلعب في السنغال. بنبارك لعبد الرحمن، بس في نفس الوقت زعلانين على حال الملاكمة المصرية اللي شاركت في البطولة بثمان لاعبين فقط. للأسف ما قدرناش نتأهل في الأخير غير بلاعب واحد بس. لازم يكون في طبعا نظرة مختلفة من وزارة الشباب والرياضة، وأيضا اتحاد الملاكمة يراجع نفسه ويقف على الأسباب اللي خلتنا نتأهل بلاعب واحد فقط للأولمبياد. طبعا لو افتكرت أولمبياد 2004 في أتينا كنا حققنا خمس ميداليات، منهم ثلاثة عن طريق الملاكمة لوحدها. طبعا مصر طول عمرها ولادة بالأبطال والملاكمين، شفنا محمد الباز وأحمد إسماعيل ومحمد علي، يعني شفنا كمان حسام بكر اللي ساب مصر وسافر أمريكا. علشان كده بنقول لازم ناخد بالنا من مستقبل اللعبة لأنه ممكن يكون فيه خطورة. نروح لتنس الطاولة. دينا مشرف وأحمد صالح لاعبة منتخبنا الوطني الأول لتنس الطاولة نجحوا في الفوز ببطولة كاس أفريقيا واللي اتلعبت في تونس في الفترة من 24 وحتى 26 فبراير الحالي. دينا كانت كسبت في النهائي بطلة نيجيريا بنتيجة 4-1. أما المخضرم أحمد صالح، أو صالح زي ما أنا بقول عليه، صاحب 40 سنة، قدروا يفوز على بطل نيجيريا بنتيجة 4-3 في مباراة كانت كبيرة جدا وساخنة جدا. البطولة شارك فيها أفضل 16 لاعب وأفضل 16 لاعبة على مستوى إفريقيا، وكانت المنافسة فيها طبعا كبيرة جدا زي ما قلنا. وبعد الفوز ده ضمنت دينا مشرف المشاركة في بطولة العالم للسيدات اللي هتتلعب في تايلاند في شهر 10 اللي جاي. أما صالح فهيشارك في بطولة العالم للرجال واللي هتتلعب في ألمانيا في نفس الشهر. بالتوفيق لأبطالنا اللي مشرفينا ورافعين اسم مصر وعالم مصر في كل حتة في العالم. نروح بقى للفروسية في الإمارات. محمد طاهر زيادة لاعب منتخبنا الوطني الأول للفروسية قدر أنه يحقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واللي اتلعبت من أيام في الإمارات. البطولة دي طبعا من أهم البطولات في العالم في الفروسية، واللي بيقولوا عليها بطولة الخمس نجوم أو الفايف ستارز. محمد كان قاد منتخبنا الوطني للتأهل في أولمبياد طوكيو بعد غياب 60 سنة، مش غياب محمد 60 سنة ولكن غيابنا، وده حصل بعد ما منتخبنا كسب بطولة الأمم واللي اتلعبت آخر السنة اللي فاتت في المغرب. بالتوفيق للفروسية المصرية بإذن الله طبعا يقدموا ويعملوا حاجة مختلفة في أولمبياد طوكيو اللي جاي. آخر خبر بقى من مدينة السلام ومن الجمباز أيضا. مدينة شرم الشيخ هتستضيف بطولة أفريقيا رقم 15 للجمباز الإيقاعي والأيروبيك، واللي هتتلعب في الفترة من 10 وحتى 17 مارس اللي جاي. البطولة هيشارك فيها 12 دولة، خلينا نقولهم كده مع بعض: تونس والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر والسنغال والكونغو وأنجولا وناميبيا وزيمبابوي وبنين، وطبعا البلد المضيف مصر. البطولة هتقام على مرحلتين، المرحلة الأولى خاصة بالجمباز الإيقاعي وهتكون من 10 وحتى 14 مارس، ودي مؤهلة للأولمبياد اللي جاية بإذن الله. الفريق الجماعي هيفوز بيها هيضمن المشاركة في الأولمبياد اللي جاي. البطولة الثانية هتكون بطولة الجمباز الأيروبيك، وهتتلعب في الفترة من 13 وحتى 17 مارس أيضا. بالتوفيق للاعبتنا، ودايما مصر بتستضيف وبتحتضن البطولات الكبيرة، وطبعا نحتضن بقى أشقائنا وإخواتنا سواء العرب أو الأفارقة. بكده نكون خلصنا أخبارنا، نروح لفاصل بقى ونرجع نستقبل أبطالنا في الرماية واللي لسه مشرفينا في البطولة العربية وبطولة الشيخة فاطمة واللي اتلعبت على ميادين الرماية ونادي الصيد في 6 أكتوبر. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني نكمل إنبوكس سبورتس.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وإن بوكس سبورتس. زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل على إنه هيكون معانا لقاء مميز جداً وراقي جداً مع أبطال مصر في الرماية. خلونا نبدأ الأول بكابتن أحمد سيف مدرب منتخب مصر للرماية. منورنا يا فندم. منورنا يا كوتش. ومعانا أبطالنا مصر، أبطال مصر وأبطال العرب وأبطال أفريقيا. نبدأ بنهال، بنهال طارق بطلة مصر. منورنا نهال. معانا عمر كمال. منورنا يا حضرتك. حابب الأول أبدأ مع حضرتك، البطولة كان شكلها عامل إزاي والمنافسة كان شكلها عامل إزاي وخدنا الميدالية إزاي؟ والله الحمد لله. ميداليات بقى طبعا. الحمد لله. الحمد لله البطولة المرة دي قوية جدا. بدأ الدول العربية بقى لها فترة تزاحم مصر جامد في المنافسة على مستوى حتى العالم. بدأ في أبطال عرب يظهروا بجانب أبطال مصريين يعني. الحمد لله كان في مشاركة كبيرة جدا المرة دي، كان في أكتر من 400 لاعب في البطولة ديت. الحمد لله احنا واخدين ميداليات بأرقام مميزة، مش أرقام يعني على قدنا يعني أو على قد البطولة العربية، لا الحمد لله أرقام كويسة جدا تعتبر على مستوى العالم محترمة يعني. نهال أبدأ معاك منين بس؟ يعني أنا عايز أبدأ من ما شاء الله كمية الميداليات دي، أنت جايبها لوحدك؟ حصل. طب انا عايز اعرف انت بداتي من امتى قبل ما نتكلم بقى، كانت بدايتك ازاي؟ بدايتي يعني اقول الاول بدايه خالص. كنت في 2010 ابتديت مع كابتن احمد برضو في النادي قبل ما ادخل المنتخب حتى، وقعدت مثلا 6 سنين قبل ما ادخل المنتخب، وبقى لي 4 سنين دلوقتي في المنتخب. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 20. 20 سنه. طب ممكن تقولي لنا كم ميداليه حصلتي عليها في خلال العشر سنين اللي فاتت؟ 18 ميداليه ذهب و8 ميداليات فضه و6 ميداليات و6 ميداليات برونز. انا عايزكم بس تسمعوا وتتفرجوا اهي الميداليات معانا على الهواء بنجيبها لكم، يعني اتفرجوا بين الذهب والفضه والبرونز وشوفوا ابطالنا بيعملوا ايه. انت بداتي اللعبه في الرمايه؟ يعني كنت بلعب حاجه قبلها ولا كنت بلعب جمباز. جمباز. طب في طب معانا مجموعه من الصور كده لنهال، تعالوا نشوفها. لا دي اتكلمي انت بقى على الصور، مش هتكلم انا، انت البطله. دي كانت في بطوله جمهوريه ودي كمان. يعني انت دخلتي بطوله جمهوريه جمباز كمان؟ في ميداليات ولا كان كده؟ في ميداليات بس انا مش جايباها النهارده. بس كنت بحقق على مستوى الجمهوريه الحمد لله في الجمباز برضو، وكنت باخد اول وواخده برضو ثالث وتاني كتير قوي فردي غير اللي بتبقى مع الفرق. انا هشوف التحول اللي حصل لك من الجمباز للرمايه، بس انا عايزه اتكلم الاول مع عمر. عمر عندنا برضو يا جماعه مجموعه من الميداليات لعمر موجوده قدامنا برضو، يا ريت نجيبها ناخد بالنا منها اهي. عمر معاك تقريبا كم ميداليه برضو، ذهب وبرونز وكتير. ما بعدش صراحه. ما بعدش. عندك كم سنه وبادئ من امتى؟ انا عندي 20 سنه. بادئ رمايه من 2015 تقريبا، بس انا قبليها كنت بلعب خماسي حديث يعني. خماسي حديث. قعدت حوالي 10 سنين بلعب خماسي حديث، ده بدات من وانا صغير. بعد كده دخلت على الرمايه من الخماسي الحديث. يعني كان في مدربين بتوعي في الخماسي قالوا لي ان انت كويس في الرمايه ومتفوق فيها يعني، فممكن تروح تجرب ان انا العب رمايه بس. بس ورحت وجربت والحمد لله لعبت موسم واحد في الرمايه، موسم جمهوريه خدت فيه رابع جمهوريه في الموسم في الاربع بطولات. بعد كده بقى خدوني في تصفيات المنتخب ودخلت المنتخب، ومن ساعتها وانا في المنتخب حوالي 4 سنين يعني. 4 سنين في المنتخب. هرجع لك تاني يا كوتش. الحقيقه انا مبسوط جدا ومبسوط بكميه الميداليات اللي قدامي دي، احنا عايزين نكمل اليوم هنا. لما بيجي لك حد عامل شيفت من لعبه ثانيه، بتشوف في ايه تقول انه ده هيبقى بطل رمايه؟ والله انا الكلام عموما الرمايه بتتطلب توافق عضلي عصبي، بتتطلب ان الشخصيه تبقى هاديه. الشخصيه الانفعاليه ما بتبقاش في الرمايه كويسه قوي. في بعض الالعاب يعني اقول لا ما تنفعش في الرمايه، لو كان الهيستوري بتاعه مثلا بيلعب مصارعه، بيلعب ملاكمه، بيلعب تنس، عشان التنس بقى فيه، او ممكن التنس ما يلعبش مع الرمايه تنس عشان بتاثر على الدراع والقلب
الكلام من ده. في بعض رياضات بحبزها مع الرمايه، حتى بيلعب سباحه اوكي، بيلعب جري مسافات، بيلعب سبرنتات، الحاجات دي بنفضلها كيف الرمايه. يعني السباق الشخصيه طبعا مهمه جدا، وال حتى التوافق البدني كويس، لازم كويس. انت بتبص لعمر وتقول التوافق البدني في حاجه في سر معين؟ لا 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 مش عارف. لا عمر الحمد لله جاي جاهز من الخماسي، يعني لاعب الخماسي بيلعب رمايه وسباحه وجري وخيل، فطبعا لا هو جاهز يعني. طب علشان اللي بيتفرجوا علينا في البيوت يعرفوا من ازاي ان ابنهم في بوادر بطل، او يجيبوه يلعب رمايه من امتى؟ بما ان معانا كوتش بقى ناخد كل المعلومات. لا اتفضل. طب والله احنا زمان كنا بنقول مثلا في الاتحاد الرمايه احنا عايزين اللاعب 14 سنه. دلوقتي نزلنا بالسن اشتراك المسابقات لغايه 12 سنه، واقل من 12 سنه بيضرب بمسند عشان خاطر احافظ على العمود الفقري بتاعه، واحافظ على الشكل بتاعه، ما يبقاش فيه تشوهات لحمل السلاح او البندقيه او المسدس او او. بره بيبتدوا من 7-8 سنين انه بيضرب حامل، يسند المسدس او البندقيه على حامل ويضرب، بيتعلم بس ازاي ينشن وازاي يشوف المواجهات او النشنكات وازاي يسحب التاتيك يعني. فالسن 7-8-9-10 كويس قوي للرمايه. في العاب 20 سنه 25 سنه او 30 سنه خلاص الرمايه، لا الرمايه مفتوحه. انا عندنا مثال حي جدا، في بطل عالم لسه لغايه دلوقتي بيلعب، هو في سني دلوقتي، بطل عالم البرتغال ده لسه مقابل في بطوله في هولندا السنه دي وجايب اول في البطوله، وكاس عالم كذا سنه اللي فاتوا دول جايب ميداليات كاس عالم، فالرمايه ملهاش سن يعني. ملهاش سن. نهال ما تخافيش انت بطله، هي ايه يعني شويه اسئله طبعا. نهال، في تمرين معين، في اكل معين، في نظام غذائي معين، في تدريب نفسي معين؟ طبعا. ايه بقى؟ احنا هو مش اكل معين بس، مثلا قبل التمرين ما ينفعش ناكل حاجه تقيله، يعني لازم نكون واكلين قبلها مثلا بساعتين مش اقل من كده، وبرده على حسب مثلا المفروض بقى الحاجات المنبهات كلها ما ناخدهاش طبعا قبل التمرين، حتى لو تشوكلت مثلا او حاجه، لان دي كلها بتهدي قوي او حاجه بتشعنن قوي، الحاجات دي كلها ما ينفعش قبل التمرين او البطوله يعني. بس والمفروض الاكل العادي بس يكون صحي بقى بس. تمام. احنا لسه معانا اسئله كتير ولسه هنحتفل بكم ببقيه الحلقه، ولكن هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني في ان بوكس سبورتس نكمل كلامنا مع ابطالنا، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وان بوكس سبورتس مع ابطالنا في الرمايه. هبدا مع عمر. عاده بيبقى الضيف خايف من الاسئله، ما انت اساسا بتخوفنا. الرماية حطت حاجة في شخصيتك أو شخصيتك أخدت منها حاجة خليتك كده؟ 180 درجة يعني. إيه بقى؟ الرماية دي بتحول البني آدم من شخص لشخص تاني خالص خالص يعني. أحكي قصة صغيرة كده هي اللي ممكن تكون السبب في إن شخصيتي اتغيرت. أنا قبل كده كان دايماً عندي خوف رهيب من البطولات، أبقى بلعب تمرين زي الفل وأخش البطولات ما أعملش حاجة خالص، ده كان في الخماسي. ساعة ما دخلت الرماية حصل معايا كذا موقف خلوني ابقى عندي ثقه في نفسي عاليه، وان انا ما اخافش من البطولات، بالعكس ده انا اقدر اواجه الكلام ده حتى لو انا خايف. كان من البطولات يعني اللي اثرت فيا، كان عندنا بطوله اللي هي مؤهله لاولمبياد الشباب. البطوله دي كانت البطوله الافريقيه في 2017. البطوله دي انا يعني كنت داخل متمرن ان انا يعني اجيب اول وانا مرتاح، ان انا اتاهل الاولمبياد على طول وكده. دخلت البطوله دي حصل لي دروب في البطوله وعملت رقم وحش وما طلعتش انا الاول. بعديها كملت تمرين نفس الكلام، بس كنت احبطت جدا يعني. بعديها كملت تمرين وعادي، كابتن احمد يعني قال لي لا انت لسه قدامك. بعد كده سافرنا بطوله عالم، سافرت بطوله العالم دي السلاح بتاعي باظ هناك في بطوله العالم وجبت طلقه صفر، ودي يعني حاجه تبوظ او تدمر اي واحد يعني. رغم اني كنت لاعب اول مجموعه في الماتش كان زي الفل يعني، برده كابتن احمد قال لي لا انت لسه قدامك ودي كلها حظوظ وحشه مش اكتر وهنكمل. وكملنا وبعديها سافرنا بطوله عالم في هولندا، الحمد لله جبنا ثالث عالم في هولندا. بعديها سافرنا كان في بطوله عرب وجبت ثالث عرب. بعديها برضو لعبنا بطوله في المانيا وعملت رقم حلو مش وحش. بعديها بقى جت البطوله اللي هو لازم اجيب فيها سكور ياهلني للاولمبياد، الحمد لله جبت رقم ما كنتش اتوقعه خالص يعني، ما كنتش اتوقع ان انا اجيب الرقم ده خالص، وجبت الرقم ويعني قلت ان انا مش هعرف اعمله تاني وكده. وطبعا لما حد بيعمل حاجه حلوه بيبقى خايف عليها،
سافرنا بعديها بطوله دوره العاب الافريقيه في الجزائر، وكابتن احمد كمان كان عنده يعني ما عرفش يجي معانا ولعبنا لوحدينا. بس الحمد لله جبت رقم افريقي جامد، عملت ساعتها 561 وده مش رقم صغير يعني. برضه نهال كانت معايا وعملت رقم فيه حلو، ولعبنا ماتش ميكس انا وهي بس اول برضه. بعديها بقى لعبت دوره العاب الاولمبيه في الارجنتين، بس ده تاريخ الرمايه يعني. خدوا من اللعبه كتير. طيب انواع او تفاصيل الرمايه عشان ما حدش يفتكر ان هي لعبه واحده بس وضرب النار وخلاص، احنا عندنا تفاصيل وعندنا كاتيجوريز مش كده؟ هو لو جينا نقسمنا رئيسيا يعني الرمايه في ثلاث ايفنتات او ثلاثه انواع، بندقيه ومسدس وخرطوش. كل حاجه من دي برضو ليها كذا ايفنت جواها. يعني هتكلم عن المسدس اللي هو احنا مسدس، يعني المسدس فيه المسدس ضغط الهواء 10 متر رجال وسيدات، في المسدس السريع رجال، في السبورت بيستول للسيدات والناشئين والناشئات. دي الالعاب الاولمبيه. كان في المسدس الحر ونزل بقى شو اولمبي دلوقتي، وفي بقى الحاجات اللي هي العسكريه او زي مسدس موحد، مسدس سنتر فاير، كلام من ده. البندقيه برضو بتتقسم ل 10 متر رجال وسيدات ضغط هواء، رصاص بقى اللي هي 50 متر ثلاث اوضاع، رصاص رائد 50 متر بس دي نزلت برضو، في منها نزل اولمبي في ما نزلش خلاص ما بقاش اولمبي يعني. الخرطوش في منها التراب والسكيت. دي الانواع الرمايات كلها. احنا بنتكلم على انه في 12 لاعب ولاعبه تاهلوا للاولمبياد اللي جاي. مظبوط. والحقيقه انا شايف كميه الميداليات ما شاء الله، بس دايما اي رواق رياضي بيبقى فيه مزيد من المجهود، محتاجين ايه كمان عشان نجيب اكتر من اللي قدامنا؟ والله احنا الحمد لله على مستوى افريقيا والعرب الحمد لله اول، لكن احنا محتاجين او اللعيبه محتاجه اكتر. المعسكرات اللي احتاجت بالدول الاوروبيه واللي هي متقدمه جدا في اللعبه، احنا الحمد لله في يعني انجازات بس يعني على مستوى العالم كويسه، مش هقول وحشه. الاتحاد الحمد لله بدا خطه بقى لها فتره، في الحمد لله انجازات كويسه اتحققت في الفتره الاخيره، بس انا شايف ان عندنا لعيبه وخامات لو خدت فرصتها زي بره وخدت احتكاكات زي بره وخدت معسكرات زي بره، لا هتعمل حاجات هيبقى لينا اضلاع جامده في اللعبه يعني. هنفرق كمان عن دلوقتي كتير كتير يعني. احنا في مثال صغير جدا، الهند ما كانش حد يسمع عنها من اربع خمس سنين، وفي مدربين هنود اصدقاء يعني بتصل بيهم كتير، فعاملين خطه عاملين برنامج بقى اربع خمس سنين. لو حضرتك دخلت اي بطوله عالم دلوقتي الهند رقم واحد خلاص. مفيش بطوله عالم او بطوله دوليه او معسكر بره تلاقي حد هندي موجود، مش حد، مجموعه من اللعيبه. اخر بطوله مثلا في كاس العالم ناشئين على مستوى الناشئين السنه اللي فاتت كان في 18 مشارك من هند. احنا لقى المشاركات قليله جدا. طبعا الاتحاد يعمل عليه، ولكن الدعم المادي مهم جدا في الحاجات دي. نرجع لابطالنا. نهال، ايه اللي استفدتيه من اللعبه على المستوى الشخصي؟ مستوى شخصي؟ لا، هي برضه غيرت فيا حاجات كتير قوي يعني، خلت الإصرار عندي عالي قوي والصبر طبعا، وبس وماشية ورا هدف بقى أنا مش شايفة غيره يعني دلوقتي. بس هي أنت في كلية دلوقتي؟ كلية إيه؟ عين شمس تجارة إنجليش، اللي هي النظام الجديد ثلاث أور. يعني كلية فيها ضغط وفيها مذاكرة بالظبط كده، بس احسن حاجه فيها عشان هي بكريدت اور، فممكن بعرف انظم معاهم لو في ماده مثلا فيها مشكله او حاجه بعرف انظم. لو عندك تمرين او عندك بطوله بالظبط كده. عمر، مش بخوف. لا لا، انت بتخوف. لا لا. طيب انت في كليه ايه؟ كلية هندسة جامعة القاهرة. هندسة جامعة القاهرة، ده ايه؟ انتوا بتذاكروا في كليات جامدة جدا للأسف يعني. طيب بتوفق ازاي ما بين الكلية والتمرين؟ طبعا ما عندكش نظام الساعات المعتمدة زي طبعا عندها. هو موضوع صعب جدا يعني، هندسة مع تمرين موضوع صعب جدا، بس يعني على قد ما اقدر بعمل اللي عليا يعني. مثلا لو مثلا عندي بطولة أو تمرين أو حاجة على كده، على قد ما اقدر مثلا بظبط جدول محاضراتي عكس تماريني. طبعا في حاجات بتخالف جدا، بس على قد ما اقدر يعني.
هي هندسه كده ما فيهاش هزار يعني. طب اصحابك اللي حواليك طبعا انت اكيد ما بتروحش الجامعه بكميه الميداليات دي. لا هتزمر هتزمر وانت داخل من الباب. بيتعاملوا معاك ازاي لما بيعرفوا انك بطل رمايه؟ او اكيد انت معروف صح في نطاق الجامعه؟ اه اكيد صحابي عارفيني طبعا وكل حاجه، بس يعني انا بحب دايما ان انا مش دايما اقعد اتكلم يعني، هو بحب اللي انا اعمله هو اللي يتكلم، مش اللي انا اروح اقول يا جماعه انا عملت الكلام ده. فلاقي مثلا في ناس كده انا ما اعرفهاش فعلا يجوا يتكلموا معايا يقولوا لي انت احنا شفناك مش عارف ايه، فاقول لهم اه والله ده انا بلعب كذا 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 كذا، يعجبهم بقى الموضوع وكده. بس واثق في نفسي قوي نهائي. اه قوي زياده. انت برضو زيه كده؟ انا اصحابي من اسباب ان هم بيعملوا لي سبورت عالي قوي بصراحه يعني. ويعني ما كنتش متخيلة ان هما يبقوا في ظهري قوي كده ويشجعوني يعني، ما مش بيزعلوا مني مثلا ما اقول لهم لا مش هقدر اخرج معاكم النهارده مثلا، بيبقوا عارفين ان انا عندي تمرين، بس يعني هو حياتنا كلها تمرين، فطبعا كتير قوي ما بنعرفش مثلا نخرج معاهم، ما بنعرفش، لا هما بجد بيقفوا ورايا جامد قوي يعني، في دعم جدا من الاهل ومن صحابي الحمد لله. مثلك الاعلى في اللعبة مفيش حد معين يعني، بحاول يبقى انا يعني الاقي الموتيفيشن من نفسي انا يعني، مفيش ايدل. يعني انت بتستخدمي الطاقه اللي جواكي وهي شغالك، بتاخديش دعم خارجي يعني، بتعتمديش عليه برضو يعني. هو اصل الرمايه لازم اكون لوحدي يعني، الموضوع يعني فيه سنس عالي قوي من جوايا، لو ما كانش طلع من جوايا مش هلاقي، حتى لو انا يعني بشوف حد بيعمل كذا حتى لو حاولت اقلده بيفرق، بس مش زي ما يكون طالع من جوايا. بناخد خبرات حد يعني، مثلا لو حد شاطر قوي مثلا بطل عالم مثلا، نحاول نستفيد منه يعني، نشوف مثلا طريقه لعبه ايه او البلان اللي هو ماشي عليها، طبعا الكابتن هو اللي بيحددها يعني، مش احنا اللي بنعمل كده يعني. الكابتن هو اللي بيستفيد من حاجه زي كده ويشوف ايه اللي نافع معانا، بس ما نقدرش نعمل حاجه. المدرب اللي اثر فيك؟ كابتن احمد. انا يا جماعه كابتن احمد بقالي 10 سنين يعني، ما لعبتش مع حد تاني. ممكن المدرب الكويس يخليكي تنطلقي اكتر؟ طبعا بيفرق يعني، الكابتن المدرب اللي بيبقى فاهمك وعارف تفصيل حياتك مثلا، عارف ايه الاحسن معاك يعني، كل عارف بجد كل تفاصيل حياتنا يعني، بس بيبقى عارف يحط البلانز بتاعتنا ازاي، ومش بيضغط علينا يعني، عارف امتى يضغط علينا وامتى لا كده يعني. يا كوتش هما بيقولوا حضرتك. ازاي بتأهل على المستوى النفسي الذهني السمات الانفعالي الحاجات دي ازاي؟ وانا الحمد لله، انا الحمد لله دارس واخد كورسات بره الحمد لله، معايا لايسنس ايه اعلى رخصه في الاتحاد الدولي الحمد لله، يعني انا اعتبر من ضمن 5 على مستوى العالم واخدين الرخصه ديت مسدس الحمد لله. بندرس طبعا شق نفسي وشق بدني وشق غير الفني يعني. المدرب الكويس اللي هو يقدر يوصل لغايه التفاصيل الصغيره زي ما نهال بتقول في حياه كل واحد يعني، انت معاهم مدرب ومعاهم اب ومعاهم صديق يعني، في لعيبه في مشاكل خارجيه بتيجي تقول لي انا عندي مشكله كذا، او بيجي يقول لي انا عندي مشكله كذا كذا، بنقعد نتكلم لغايه ما نحلها. طبعا الاضافه لان في طبعا احنا معانا دكتور محمد عبد اللطيف، دكتور تدريب عقلي او تاهيل عقلي للرماء، مش هنقدر طبعا نغفل دوره، ولكن انا شغال معاهم من زمان يعني، دكتور محمد بقاله سنه او اتنين معانا مثلا، لكن لا لازم حتى ساعات يبقى في الجهاز الفني ما فيهوش مدرب عقلي او تأهيل نفسي يعني، فلازم مدرب يبقى قريب جدا من اللعيبه. لازم يبقى عارف احتياجاتهم الفنيه ايه، احتياجاتهم البدنيه ايه، ازاي احط بلان انه في التوقيت الفلاني هيوصل للدرجه الفلانيه اللي انت عايزها، لو خلفت اسبوع او خلفت كام يوم خلاص الموضوع باظ يعني، انا عارف البطوله مثلا الفنيه يوم كذا شهر كذا، بحط بلان او كيرف لازم يعلى لغايه اليوم دوت، لو الكيرف فرق في اسبوع انا كده انا واللعيبه رحنا في حته ثانيه. فدي لازم قريب منهم جدا فنيا ونفسيا وكل حاجه. اخر حاجه، حضرتك شخصيه هاديه يعني، احنا بنشوف دايما المدرب ممكن يتنرفز على اللعيبه ويوجهه في الرمايه الكلام ده؟ الا كابتن احمد ولا بيطلع طلقه و... لا كابتن احمد لا، مرتين مثلا في حياتي اللي شفته بيتعصب او يتنرفز. على مرتين بس في حياتي بجد يعني،
لا نادر قوي ما كابتن احمد مثلا يزعق او يعلي صوته مثلا غير لو حاجه يعني خلاص يعني جابت اخره الرماية كده ما ينفعش ان الواحد متعصب. انا كنت رامي وكنت فريق قومي فما ينفعش. ابطالنا ومدربينا اللي بيحققوا لنا النتائج بشكل غير مباشر وابطالنا اللي بيحققوا لنا النتائج بشكل مباشر اسعدتوني واسعدت جمهور صدى البلد وبرنامج ان بوكس سبورتس، وانتوا هنا مثال لكل الناس اللي بتتفرج عليكم في البيوت. انا فرحان بيكم وهم فرحانين بيكم. شكرا ليكم جدا نورتونا، وبالتوفيق يا رب في البطولات العربيه والمصريه والمحليه والدوليه باذن الله. نورتونا جدا مشاهدينا مشاهدي ان بوكس سبورتس. حلقتنا النهارده خلصت، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بابطال جديده واخبار جديده. سلام عليكم.